بصراحة يعني التقييم من أي ناحية، التقييم هذه كانت جريمة بشعة ارتكبت في حق مجموعة ديال الأبرياء صحفيين لأسباب غالبية الأحيان الناس كتجهلها، ولكن أظن أن من الأسباب الحقيقية تعرض جريدة شارلي إبدو للهجوم هي الجرأة، هي إيمانها بحرية التعبير. مجموعة من الناس كيعتبروا على أن شارلي إبدو هي جريدة تستفز أو جريدة يعني ضد الإسلام أو تتهجم على الإسلام وتنتقد مقدسات الإسلام وترسم الرسول وأشياء أخرى. لكن الحقيقة أن شارلي إبدو ليس لها، لا تعطي القيمة التي يعطيها المسلمون لرسم الرسول. شارلي إبدو دائما كانت ترسم الأنبياء، أرسمت عيسى، موسى، الباب، جميع المقدسات، أرسمت حتى الإله. جميع المقدسات بالنسبة لها هذه طريقة للتعبير. بالنسبة للرسام كاريكاتوري، إذا كان باغي يتحدث على أي نبي من الأنبياء ولا باغي يتحدث على الإله ولا كيفاش غيجسده؟ كيفاش غيهضر عليه إلا ما رسموش؟ هذا رسام كاريكاتوري، والطريقة التي يعبر بها الرسام الكاريكاتوري هو الرسم. هذا لا يعني أنهم في رسم الرسول أو لا في رسم الأنبياء أو لا في تجسيد الإله بشكل من الرسوم فهي إساءة، بل بالعكس ليس بإساءة، بل هي مجرد طريقة للتعبير. أما محتوى الرسم، هذا في المحتوى اللي ممكن نتفقوا عليه ولا نختلفوا عليه. أما في تقول لي ما ترسمش هذه ولا هذه، هذا الشخص مقدس له، يعني من يجسد الذات الإلهية كيفاش ما غيجسدوش الرسول، وكيفاش ما غيجسدوش عيسى وموسى وجميع الأنبياء. احنا كنشوفوا في آخر الفيلم اللي نضت عليه ضجة فيه تجسيد الذات الإلهية ولم تقم القيامة، فيه تجسيد عيسى ولم تقم القيامة. لاحظنا في مجموعة ديال مجموعة ديال المسلسلات الإيرانية تجسيد الأنبياء، فهم أنبياء هما مقدسين، علاش تنوض الضجة بالضبط عندما يرسم الرسول؟ علاش تتنوض الضجة بالضبط عندما يجسد الرسول في 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 السينما؟ هذا هو الخلل. رمز الديانة الإسلامية أولا وآخرا هي هم جميع الأنبياء، والله سبحانه وتعالى هو اللي مقدس أكثر من الرسل والأنبياء. تجسد الله ما كاينوش مشكل، ولكن ما كيجسدوا الرسول كاينوض مشكل. هنا تتعرف كاين خلل.